وصل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى بحفظ الله ورعايته هذا اليوم إلى أبو ظبي في زيارة خاصة للإمارات العربية المتحدة، وكان في استقبال جلالة الملك المفدى لدى وصوله سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، كما كان في الاستقبال الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الإمارات المعين لدى مملكة البحرين واللواء الركن طيار فارس خلف خلفان المزروعي رئيس جهاز حمايه المنشآت الحيويه والسواحل وسعاده السيد محمد حمد صقر المعاوده سفير مملكه البحرين لدى دوله الامارات العربيه المتحده الشقيقه وعدد من المسؤولين بدوله الامارات